صباح الخير. واليوم 8 تموز 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار ومثل العادة مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، ما زلت عم بتعاني من تبعية معينة مرتبطة بوضعك المهني والمالي، ويبدو أنه تأثيراتها السلبية عم بتهدد بقائك بنفس العمل. عاطفيا بداخلك غضب كتير كبير من تصرفات الشريك وتقلباته معك، وتبدو محتار بالطريقة المناسبة اللي ممكن تبدل وتحسن من أخلاقياته معك. مولود برج الثور، تبدو مهتم بجمع المعلومات عن وضع مهني جديد وعن نوعية المسؤوليات المطلوبة منك، بالإضافة لترتيباته المالية المرتبطة فيك مباشرة. عاطفيا عم ينقصك الكلام الرومانسي والاهتمام المباشر بالشريك لتقوية مشاعر العلاقة بينك وبينه من بعد المشاكل والخلافات يلي بعدتكم سوا عن بعض. مولود الجوزاء، مخاوفك المالية رح تخليك توافق على عرض عمل إضافي بهدف تغطية بعض النفقات والمستحقات القديمة، بالإضافة لترتيبات مرتبطة بخلافات قانونية. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن لغة مشتركة بينك وبين الشريك رح تسهل عليك حسم الأمر بينك وبينه باتجاه بداية عاطفية أفضل. مولود برج السرطان، وضعك المهني ما عم بيشهد أي تغيير أو تقدم من فترة طويلة، ويبدو أنه قرارك بتطوير مستواك في العمل خطوة إيجابية بشرط أنك تشتغل عليها. عاطفيا عم تنتقد وعم بتقدم نصايح مستمرة للشريك بدون ما تلتفت على أسلوبك النرجسي بالتعامل معه، ومن الضروري تفتح له المجال تلقائيا ليحكي كل اللي بقلبه. مولود الأسد، عم تنتظر موافقة أو قرار تعيين رح ينقلك باتجاه مرحلة مهنية قد تكون مرتبطة مع نفس الجهة يلي عم تشتغل معها بالوقت الحالي. عاطفيا عم تتوفر لك الأجواء المناسبة لإرضاء غرورك العاطفي، والطابة أصبحت بملعبك لتقرر مصير مشاعرك مع الشريك بشكل الجدي. مولود العذراء، من المحتمل تحصل على وظيفة أو عرض عمل جديد بفضل الواسطة من بعد فترة طويلة كنت فيها بمجال خارج تخصصك الأساسي. عاطفيا تحليل أسباب مشاكلك مع الشريك معظمها جاي من تراكمات سابقة ومواقف متكررة ما حليتها بوقتها دغري. مولود الميزان، عايشة براسك فكرة مشروع أو خطة مهنية مهمة، ولكنك محتار بعملية البدء فيها وعم ينقصك الخطوة الأولى لتحقيقها على أرض الواقع. عاطفيا خلافاتك المستمرة مع الشريك أصبحت جزء لا يتجزأ من يومياتك المعتادة، ومن الضروري الالتفات لمشاعر علاقتكم سوا بدل من التركيز على ردة الفعل السريعة بيناتكم. مولود العقرب، عدم قدرتك على تحقيق وظيفة أو عمل جديد براتب أعلى عم بيسبب لك إحباط وقلق مهني واضح بالرغم من استمرارك بالبحث عن الأفضل. عاطفيا عم تتوقع فشل مسبق مرتبط بتصحيح مواقف الشريك ببعض القناعات أو المفاهيم الخاصة بمستقبل علاقتكم سوا. مولود القوس، تبدو مرحب بالتغيير وبأي أفكار جديدة ممكن تحقق لك استقرار مهني ثابت، ورح تجرب تنجز عمل من الصعب عليك الوصول له بسرعة. عاطفيا بداخلك شعور عميق بالحزن بسبب ظروف وضعك العاطفي مع الشريك، ورح تفضل عدم مصارحته بأي شيء بخص مشاعرك تجاهه. مولود الجدي، عم تسعى لتقوية حضورك المهني والاجتماعي سوا من خلال خطوات حقيقية رح تساعدك كتير برفع مستواك في العمل بشكل ملفت. عاطفيا مواضيع كتير عم تشغل بالك بتحمل معها الكتير من المعتقدات الخاطئة يلي بتخص تفاصيل علاقتك مع الشريك. مولود الدلو، تبدو متحمس على تغيير كل شيء مرتبط بحياتك المهنية بشكل صحيح قبل الانتقال إلى الهدف مباشرة. عاطفيا شعورك بالملل والخوف من كل شيء حواليك عم يمنعك من الاستمتاع بمشاعرك مع الشريك بشكل مريح. آخر الأبراج معنا مولود الحوت، عم بتركز على مشروع ناشئ خاص فيك رح يتطلب منك مجهود إضافي قبل البدء بخطواته الأولى بالرغم من حرصك على موقعك الحالي. عاطفيا تلميحات الشريك تعتبر إشارة واضحة لك على أنك تخطيت مرحلة الاستنفار العاطفي اللي كان حاضر بقوة طول الفترة الماضية بينك وبين الشريك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بشوفكم بكرة إن شاء الله بتوقعات جديدة. باي باي.